بيان التجمع الوطني لعلماء ومشايخ ليبيا بشأن موافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المولى عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفى إليكم وأنتم لا تظلمون. صدق الله العظيم. يبارك التجمع الوطني للعلماء ومشايخ ليبيا موافقة البرلمان التركي على مذكرة تفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، والتي تتصدى لعدوان إرهابي إجرامي شامل يقوده مجرم الحرب خليفة حفتر، مستعيناً بمرتزقة ملحدين ومدعوماً بطيران مصري إماراتي وبأموال سعودية. دمر بها البلاد وقتل العباد وأهلك الحرث والنسل. إن رجال ليبيا الأوفياء قاوموا لأكثر من 9 أشهر ولا زالوا يقاومون عدواناً تم الإعداد والتجهيز له منذ أكثر من 5 سنوات للسيطرة على ليبيا وتقويض الحكم المدني فيها ونهب ثرواتها. إن المجرم حفتر باع البلاد للملاحدة والأعراب، وقد أكد أكثر من مرة أنه مستعد للتحالف حتى مع الشيطان، لذا يجب التصدي له بالتحالف مع الأشقاء والأصدقاء وعلى رأسهم الشعب التركي المسلم، هذا الشعب الذي صان القدس وأرض المسلمين لأكثر من 4 قرون ولبى نداء الليبيين في التصدي لفرسان مالطا. وبعد موافقة البرلمان التركي تكالب علينا النظام المصري وإعلامه، تارة لحماية أمنه القومي وتارة أخرى لحماية الدول العربية، متناسياً قول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. ونحن لا نفرق بين المسلمين امتثالاً لأوامره صلى الله عليه وسلم. وفي الختام، يدعو التجمع علماء الاتحاد المغاربي مالكية وإباضية للمشاركة في مؤتمر طرابلس للعلماء المغاربة، وذلك للوقوف مع ليبيا وشعبها وثوارها الذين يتصدون لعدوان مصري إماراتي سعودي روسي فرنسي، ولدعم التحالف الليبي التركي. كذا الدعوة لتحالف مغاربي لحماية الدول المغاربية من محور الشر العربي ومؤامراته المستمرة في المنطقة. نصر الله جيشنا وثوارنا ودمر بقدرته أعداءنا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والخزي والعار والشنار على من باع الوطن للملاحدة والخونة والعملاء. صدر في مصراته صباح يوم الجمعة بتاريخ 8 من شهر جمادى الأولى من عام 1441 هجري، الموافق 3 من شهر يناير من عام 2020 ميلادي.